بسم الله الرحمن الرحيم. Integration of metabolism and DCA cycle. أول حاجة إن شاء الله أو first part من المحاضرة بتاعتنا هيبقى عن citric acid cycle. الستريك اسيد سايكل او زي ما بيسموها الكريبس سايكل دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الكومن اوكسيداتيف باث واي اوف اول فود ستافز. يعني ايه؟ يعني الكربوهيدرات الليبيد البروتين بيحصل لهم اوكسيديشن. الاوكسيديشن ده بينتج عنه مركب واحد اللي هو الاستايل كو اي. الاستايل كو اي دوت هو بيدخل في الكريبس سايكل عشان يحصل له كومبليت بيرنينج انتو 2 مولكيولز اوف سي او 2. عشان كده بيسموا السيتريك اسيد سايكل ان هي الكومبليت اوكسيديشن اوف اول فود ستافز. تمام. طيب اي سايكل المفروض ان هي بيسموها سايكل ليه؟ لانها المركب اللي بتبتدي بيه هو المركب اللي بتنتهي بيه. المركب اللي بيبتدي بيه هنا هو الاوكسالو اسيتيت، والمركب اللي بينتهي بيه برضو هو الاوكسالو اسيتيت. ليه؟ عشان الاستايل كو اي بيحصل له كومبليت بيرنينج. تمام. طيب اي سايكل برضو المفروض نعرف بتحصل فين. هي بتحصل فين؟ بتحصل في الميتوكوندريا بتاعت اول تشو، يعني الميتوكوندريا بتاعت التيشو اللي عندها ميتوكوندريا. لكن مثلا ما بتحصلش في الكريبس، ما بتحصلش في الار بي سيز لانها ما عندهاش ميتوكوندريا. تمام. يبقى السيتريك اسيد سايكل بتحصل في الميتوكوندريا بتاعت الايه؟ بتاعت الاول تيشو ذات هي ميتوكوندريا. تمام. طيب اي سايكل ليها سيجنيفيكانس وليها ريجوليشن، ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد كده. طيب يبقى لما نيجي نتكلم عن السيتريك اسيد سايكل هنقول ان هي بتحصل في الميتوكوندريا. ليه بتحصل؟ بيحصل كومبليت اوكسيديشن للاستايل كو اي. عشان ايه؟ عشان يحصل ان انا بجيب منها الاي تي بي. بجيب اول حاجه ان شاء الله او الفيرست بارت من المحاضره بتاعتنا هيبقى عن السيتريك اسيد سايكل. السيتريك اسيد سايكل او زي ما بيسموها الكريبس سايكل دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الكومن اوكسيداتيف باث واي اوف اول فود ستافز. يعني ايه؟ يعني الكربوهيدرات الليبيد البروتين بيحصل لهم اوكسيديشن. الاوكسيديشن ده بينتج عنه مركب واحد اللي هو الاستايل كو اي. الاستايل كو اي دوت هو بيدخل في الكريبس سايكل عشان يحصل له كومبليت بيرنينج انتو 2 مولكيولز اوف سي او 2. عشان كده بيسموا السيتريك اسيد سايكل ان هي الكومبليت اوكسيديشن اوف اول فود ستافز. تمام. طيب اي سايكل المفروض ان هي بيسموها سايكل ليه؟ لانها المركب اللي بتبتدي بيه هو المركب اللي بتنتهي بيه. المركب اللي بتبتدي بيه هنا هو الاوكسالو اسيتيت، والمركب اللي بينتهي بيه برضو هو الاوكسالو اسيتيت. ليه؟ عشان الاستايل كو اي بيحصل له كومبليت بيرنينج. تمام. طيب اي سايكل برضو المفروض نعرف بتحصل فين. هي بتحصل فين؟ بتحصل في الميتوكوندريا بتاعت اول تشو، يعني الميتوكوندريا بتاعت التيشو اللي عندها ميتوكوندريا. لكن مثلا ما بتحصلش في الكريبس، ما بتحصلش في الار بي سيز لانها ما عندهاش ميتوكوندريا. تمام. يبقى السيتريك اسيد سايكل بتحصل في الميتوكوندريا بتاعت الايه؟ بتاعت الاول تيشو ذات هي ميتوكوندريا. تمام. طيب اي سايكل ليها سيجنيفيكانس وليها ريجوليشن، ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد كده. طيب يبقى لما نيجي نتكلم عن السيتريك اسيد سايكل هنقول ان هي بتحصل في الميتوكوندريا. ليه بتحصل؟ بيحصل كومبليت اوكسيديشن للاستايل كو اي. عشان ايه؟ عشان يحصل ان انا بجيب منها الاي تي بي. بجيب منها اي تي بي. تمام. يبقى الهدف الاساسي من السيتريك اسيد سايكل هو الحصول على الايه؟ على الاي تي بي. تمام. طيب دي الستبس بتاعت الكريبس سايكل او السيتريك اسيد سايكل. اول خطوه بيحصل ان الاوكسالو اسيتات اللي فوق دوت هيتحد مع الاستايل كو اي بانزيم اسمه سيتريت سينسيز، ويكون عندنا حاجه اسمها الايه؟ السيتريت. تمام. طيب بعد كده السيتريت هيحصل له ان هو هيشتغل عليه انزيم تاني اسمه الاكونايتيز، ويتحول عندنا بعد كده لايزوسيتريت. وبعدين الايزوسيتريت هيحصل له عندنا اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن. يعني ايه اوكسيداتيف؟ يعني هيحصل له اوكسيديشن. الناد هتدخل هتشيل عنده 2 هيدروجين، هتبقى 2 ناد اتش زائد اتش، وكربوكسيليشن لانه هيخرج من الخطوه دي سي او 2. هيتحول بعد كده لمركب اسمه الالفا كيتو جلوتريت. الالفا كيتو جلوتريت برضه هيحصل له بالتالي حاجه بنسميها الاوكسيداتيف ديكربوكسيليشن.
وهيتحول لحاجة اسمها ساكسينايل كو ايه اوكسيديتيف، ليه النات بيتحول لنات اتش زائد اتش، كده حصل ايه؟ شلت هيدروجنز فكده حصل اوكسيديشن. طيب كربوكسيليشن ليه؟ لان نتج من الخطوة دي كربون دايكسايد سواء سي او 2. تمام. طيب بعد كده الساكسينايل كو اي بحاجة بنسميها سبستريت ليفل فوسفوريليشن، وانزيم اسمه ساكسينيت ثايوكاينيز هيتحول عندنا لساكسينيت. تمام. طيب بعد كده الساكسينيت هيتحول عندنا بي ال فيوم بالساكسينيت دي هيدروجينيز لانزيم لمركب اسمه الفيوماريت. طيب بعد كده الفيوماريت هيتحول عندنا ب الماليت دي هيدروجينيز انتو ماليت، وبعد كده الماليت هيتحول لاوكزالو اسيتيت. الفيوماريت اسفه بالفيوماريز هيتحول لماليت، والماليت بالماليت دي هيدروجينيز هيتحول عندنا للاوكزالو اسيتيت. يبقى الفيوماريت بالفيوماريز هيتحول عندنا لماليت، وبعدين بعد كده الماليت بالماليت دي هيدروجينيز هيتحول عندنا لايه؟ اوكزالو اسيتيت. طيب احنا ملاحظين ان الخطوات اللي هي تحويل الاوكسالو اسيتات الاستايل كو ايه بالستريت سينثيز لستريت هي دي خطوه بنسميها ريفرسابل ستيب. يعني ايه ريفرسابل ستيب؟ يعني ما ينفعش التفاعل يرجع عكسي تاني. تمام. طيب بعد كده عندنا الخطوه بتاعه الايزوستريت دي هيدرو الايزوستريت للالفا كيتو جلوتاريت دي برضو بنسميها عندنا ريفرسابل ستيب. وبعدين الايزوستريت هيحصل له عندنا اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. يعني ايه اوكسيديتيف؟ يعني هيحصل له اوكسيديشن، الناد هتدخل هتشيل عنده اتنين هيدروجين هتبقى اتنين ناد اتش زائد اتش، وكاربوكسيليشن لان هيخرج من الخطوه دي سي او 2. هيتحول بعد كده لمركب اسمه الالفا كيتو جلوتريت. الالفا كيتو جلوتريت برضه هيحصل له بالتالي حاجه بنسميها الاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن، وهيتحول لحاجه اسمها الساكسينايل كو اي اوكسيديتيف، ليه النات بيتحول لنات اتش زائد اتش، كده حصل ايه؟ شلت هيدروجنز فكده حصل اوكسيديشن. طيب كربوكسيليشن ليه؟ لان نتج من الخطوه دي كربون دايكسايد سواء سي او 2. تمام. طيب بعد كده الساكسينايل كو اي بحاجه بنسميها سبستريت ليفل فوسفوريليشن، وانزيم اسمه ساكسينيت ثايوكاينيز هيتحول عندنا لساكسينيت. تمام. طيب بعد كده الساكسينيت هيتحول عندنا بي ال فيوم بالساكسينيت دي هيدروجينيز لانزيم لمركب اسمه الفيوماريت. طيب بعد كده الفيوماريت هيتحول عندنا بي ال ماليت دي هيدروجينيز انتو ماليت، وبعد كده الماليت هيتحول لاوكزالو اسيتيت. الفيوماريت اسفه بالفيوماريز هيتحول لماليت، والماليت بالماليت دي هيدروجينيز هيتحول عندنا للاوكسالو اسيتيت. يبقى الفيوماريت بالفيوماريز هيتحول عندنا لماليت، وبعدين بعد كده الماليت بالماليت دي هيدروجينيز هيتحول عندنا لايه؟ اوكسالو اسيتيت. طيب احنا ملاحظين ان الخطوات اللي هي تحويل الاوكسالو اسيتيت الاستايل كو ايه بالستريت سينثيز لستريت هي دي خطوه بنسميها ريفرسابل ستيب. يعني ايه ريفرسابل ستيب؟ يعني ما ينفعش التفاعل يرجع عكسي تاني. تمام. طيب بعد كده عندنا الخطوه بتاعه الايزوستريت دي هيدرو الايزوستريت للالفا كيتو جلوتاريت دي برضو بنسميها عندنا ريفرسابل ستيب، ما ينفعش ترجع تاني. والالفا كيتو جلوتاريت للساكسينايل كو اي دي برضو بنسميها ريفرسابل ستيب، برضو ما ينفعش ترجع تاني. ماشي. ايه فايدة الريفرسابل ستيبس في السايكل؟ فايدة الريفرسابل ستيبس دي ان هي بتعمل ليميتيشن للسايكل، او هي المسؤولة عندنا على الكنترول بتاع السايكل نفسها. تمام. ده بالنسبة عندنا للايه؟ للتي سي اي سايكل. تمام. طيب النت انرجي جين في التي سي اي سايكل، المعروف ان احنا عندنا بنعمل عندنا اللي هو التي سي اي سايكل دوت بتحصل عشان احصل منها على اي تي بي. ماشي. فبالتالي بحصل منها على كميه اي تي بي. بنحصل منها على كميه اي تي بي ازاي؟ اول خطوه خطوه الايزوستريت الايزوستريت دي هيدروجينيز دي اللي هو ايزوستريت دي هيدروجينيز ده اللي عمل اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن للستريت. تمام. الخطوه دي نتج منها ناد اتش، الناد اتش ده بيروح عندنا الريسبيراتور تشين وبيدينا 3 اي تي بي. بس نخلي بالنا من حاجه، ان انا بدأ السايكل ب 2 مولكيول اوف استايل كو اي. ماشي. يبقى كل رقم عندي هنا هيتضرب في 2، كل رقم عندي هنا هيتضرب في كام؟ هيتضرب في 2.
تمام، يبقى الخطوة دي المفروض ان هي بقى في الحقيقة بتطلع 2 ناد اتش، يعني بتطلع عندنا 6 اي تي بي، هنعرف بعد كده في السلايدز اللي بعدها. الالفا كيتو جلوتريد دي هيدروجينيز اللي هي الخطوة الثانية بتاعة الاوكسيديتيف دي كربوكسيليشن، طلع منها برضو ناد اتش، فادانا عندنا 3 اي تي بي، بس هم في الحقيقة 2 ناد اتش، لان انا بادئة التفاعل ب2 استايل كو اي، تمام. طيب الساكسينيت دي هيدروجينيز الخطوة دي طلع منها فات اتش 2، ادانا 2 اي تي بي، بس طبعا برضو هنضربه في 2، ماشي. وبعدين بعد كده هيدينا ايه، 2 اي تي بي، هيدينا يبقى 4 اي تي بي المفروض. الماليت دي هيدروجينيز ناد اتش هيدينا 3 اي تي بي، بس طبعا عشان هما 2 فبيدونا 6 اي تي بي. الساكسينيت كاينيز السبستريت ليفل فوسفوريليشن هيدينا عندنا 1 اي تي بي، او اللي هو المفروض عندنا بقى 2 اي تي بي. ليه بقول 2 او ليه ضربت في 2؟ لان انا ببدا السايكل ده النت جين بير مولكيول واحد من الاستايل كو ايه، لكن انا بدأ السايكل ب2 استايل كو ايه طبعا، لان انتوا عارفين ان اللي بيبقى في اللي جاي ناتج من الجلايكولوسيس هم 2 بايروفيت، و2 بايروفيت بيحصل لهم عندنا بيدخلوا في البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، وبيحصل لهم عندنا اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن، فانا اوريدي بدأ السايكل ب2 مولكيول اوف ستايل كو ايه. يعني لما اجي اقول لك النت جين من التي سي اي سايكل لوحدها، ماشي، نتيجه الكومبليت اوكسيديشن استايل كو اي وسكت، ماشي، هتقول لي عندنا 24 اي تي بي، تمام. طب لو قلت لك النت جين بير مولكيول اوف سايت كو اي، هتقول لي 12 اي تي بي. بير مولكيول يعني مولكيول واحد، انما انا بادئه لو انا قلت لك استايل كو اي وسكت من غير ما احدد لك عدد المولكيولز، يبقى تقول لي ساعتها كام، 24 اي تي بي. مفهومه؟ طيب دي برضو سلايد توضيحية بتوضح لنا الايه، النت انرجي جين من الايه، من الكمبليت اوكسيديشن اوف 1 جلوكوز مولكيول. نخلي بالنا من الاسئلة، النت انرجي جين اوف 1 جلوكوز مولكيول يعني ايه 1 جلوكوز مولكيول؟ يعني احنا هنبدأ الاجابة من اول الجلايكوليسيس، ماشي. الجلايكوليسيس المفروض ان هي ستيج 1، كان فيها المفروض ان هو بيحصل عندنا ايه، فوسفوريليشن بتاعت الجلوكوز والفركتوز، ماشي، ودي بستهلك فيها 2 اي تي بي، تمام. بعد كده بيحصل في الجلايكوليسيس حاجه اسمها سبستريت ليفل فوسفوريليشن، بتدينا عندنا 4 اي تي بي، وبيحصل عندنا حاجه بنسميها الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، بتطلع 2 ناد اتش، ماشي، من خطوه اللي هو الجسترالتاي 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، 2 ناد يعني ايه، يعني 6 اي تي بي، تمام كده. 6 و4 10 ماينس 2 يعني النت انرجي جين اوف جلوكوز 1 جلوكوز مولكيول ديورنج الجلايكوليسيس اندر ايروبيك كونديشن، يعني وانا في اكسجين، عشان كده النت اتش راح ريسبيراتوري تشين، كده بيبقى 8 اي تي بي، تمام. يبقى كده احنا متفقين ان احنا اندر ايروبيك كونديشن، ماشي، بيحصل عندنا النت انرجي جين من جلوكوز من 1 مولكيول من 1 جلوكوز مولكيول هو 8 اي تي بي، تمام. بعد كده بندخل على خطوه البيروفيت ديها اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن بتاعت البيروفيت، وبتدينا 2 ناد اتش، بس هما ايه، هما المفروض عندنا 2 بيروفيت مولكيول. يعني ايه 2 بيروفيت مولكيول؟ يعني المفروض ان هما الاثنين ناد اتش دول، ماشي، بيطلع عندنا 2 ناد اتش، 2 ناد اتش يعني 6 اي تي بي، تمام. 2 ناد اتش يعني ايه، يعني 6 اي تي بي. بعد كده لما نيجي ندخل في التي سي اي سايكل، ماشي، هيبقى عندنا زي ما احنا حسبناها في السلايدز اللي فاتت، 2 في السبستريت، 2 اي تي بي في السبستريت ليفل فوسفوريليشن، و18 ناد اتش بالاوكسيديتيف كربوكسيليشن دي كربوكسيليشن، وفاد اتش 2 4. يبقى النت انرجي جين اوف 1 جلوكوز مولكيول، ماشي، 38 اي تي بي. يعني لو جالك في السؤال النت انرجي جين اوف كومبليت اوكسيديشن، يعني ايه كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز مولكيول؟ يعني دخل في الجلايكوليسيس، ودخل في حته البيروفيت دي هيدروجينيز، ودخل في التي سي اي سايكل. النت انرجي جين اوف 1 جلوكوز مولكيول هو 38 اي تي بي، هو 38 اي تي بي. يبقى انا ما قلت لك كومبليت اوكسيديشن وبدات لك من اول الجلوكوز مولكيول، معناها ان انت هتبدا لي من اول ايه، تحسب لي من اول الجلايكوليسيس لغايه الاخر، لغايه ما ايه، ما حصل كومبليت اوكسيديشن للاستايل كو اي في التي سي اي سايكل، اللي هي الرقم ده بيساوي كام، بيساوي 38 اي تي بي، وطبعا ده بتكلم اندر ايروبيك كونديشن، تمام.
طيب، أي سايكل في الدنيا المفروض إن هي بيكون ليها حاجة بنسميها السيجنيفيكانس أو الفانكشن بتاعتها أو ليه هي بتحصل. الستريك أسيد سايكل هي الفاينل كومن أوكسيداتيف باثواي ذات أوكسيدايزز الأستايل كوإيتي سي أو 2. هي الكومن أوكسيداتيف باثواي، بيحصل كومبليت بيرنينج للأستايل كوإي إنتو سي أو 2. تمام. تاني حاجة هي source للreduced coenzymes، الreduced coenzymes. طيب، أي سايكل في الدنيا المفروض إن هي بيكون ليها حاجة بنسميها السيجنيفيكانس أو الفانكشن بتاعتها أو ليه هي بتحصل. الستريك أسيد سايكل هي الفاينل كومن أوكسيداتيف باثواي ذات أوكسيدايزز الأستايل كو إي تو سي أو 2. هي الكومن اوكسيداتيف باثواي، بيحصل كومبليت بيرنينج للاستايل كو اي انتو سي او 2. تمام. تاني حاجه هي سورس للريدوسد كو انزيمز، الريدوسد كو انزيمز اللي انا بقصد بيها النات اتش زائد اتش والفاد اتش 2، ماشي، اللي هما بيروحوا عند الريسبيراتوري تشين وبينتج منهم برضو الاي تي بي. تمام. طيب، act as a link between الكاتابوليك and anabolic pathways اللي هي بنسميها الانفيبوليك رول. يعني ايه انفيبوليك رول؟ كلمة الانفيبوليك يعني متردد. يعني ايه متردد؟ يعني هي ليها دور في الكاتابوليزم وليها دور في الانابوليزم. ازاي؟ الكاتابوليك رول بتاعتها ان هو بيحصل فيها كاتابوليزم للاستايل كو ايه انتو سي او 2، بيحصل كومبليت ايه burning او oxidation. الانابوليك ان ممكن من حاجه بنسميها في مركبات في التي سي اي سايكل زي ما هنعرف بعد كده بتستخدم عندي بقى يا اما تصنيع البروتين او تصنيع الجلوكوز، فممكن ابني منها. كلمه ابني يعني انابوليك، يبقى كده التي سي اي سايكل ليها انفيبوليك معناها ايه؟ ان هي كاتابوليك وانابوليك رولز. تمام. provide precursor of synthesis of amino acids زي ما نعرف بعد كده. تمام. طيب، بعد كده ال component of cycles have direct or indirect effect على ال key enzymes بتاعت ال other pathway. ال TCA cycle ان شاء الله زي ما هتمشوا في المنهج بيبقى ليها تأثير على حاجة اسمها اليوريا cycle وال other pathways، فعشان كده هو بيقول لك ان هي ليها direct او indirect ايه controlling effects على ال other cycles. طيب، ادي الانفيبوليك نيتشر اوف تي سي اي سايكل. اول حاجه ان الاستايل كو اي بيتحل مع الاوكسالو اسيتيت وبيكون الستريت. الستريت ده يا جماعه لو انا عندي اكسس من الاي تي بي وانا مش عايزه اي تي بي ومش عايزه اكمل السايكل للاخر، اللي بيحصل ان الستريت ده بيعدي الميتوكوندريا ميمبرين للسيتوبلازم. تمام. وبيحصل له بريك داون انتو اوكسالو اسيتيت تاني واستايل كو اي. الاستايل كو اي اللي ناتج من الستريت الزياده ده بيستخدم عندي في تصنيع الايه؟ بتصنيع الفاتي اسيد وتصنيع الايه؟ التراي اسايد جليسرول. فعشان كده الستريت بيعدي وممكن بعد كده يعمل فات. ده في حاله ما انا ما انا ايه؟ ما انا عندي فائض من الاي تي بي انا مش عايزاه، فالستريت دوت بيروح يعمل ايه؟ بيروح يعمل فاتي اسيد بتتخزن في الجسم. طيب، الالفا كيتو جلوتاريت، ماشي، ده الالفا كيتو جلوتاريت دوت ده برضو مركب بيبقى في التي سي اي سايكل، ممكن اعمل منه امينو اسيد اسمه الجلوتاميت. والجلوتاميت دوت له ايه؟ له فانكشنز كتير. السكسنايل كو ايه ده مركب تاني من التي سي اي سايكل، بيدخل في تصنيع الهيم، بيدخل في تصنيع الهيم. الهيم دوت اللي هو جزء من الهيموجلوبين، ماشي، الهيم دوت هو الايه؟ جزء من الهيموجلوبين اللي هو الايه؟ اللي هو بتاعنا يعني. طيب، الاوكسالو اسيتيت ممكن اعمل منه اسبارتيت، ماشي، تمام، والاسبارتيت ده له فانكشنز تانية. طيب، الاوكسالو اسيتيت ممكن يروح، تمام، ويعمل عندي جلوكوز، يدخل في قصه الجلوكونيوجينيسيس، ماشي، ويعمل عندي الايه؟ الجلوكوز. فدي معناها الانفيبوليك نيتشر. انفيبوليك نيتشر معناها ان هو بيحصل منها ان في الانترميديت ستافس بتاعتها اللي هي المركبات اللي بتبقى في التي سي اي سايكل، ممكن اخدها طبعا في حاله وجود فائض من الاي تي بي واصنع بيها امينو اسيدز او اصنع بيها فاتي اسيدز او اصنع بيها جلوكوز. ده ولا في حاله ايه؟ عايزه جلوكوز في الفاستنج ستيت يعني. طيب، دلوقتي انا عندي الاستايل كو ايه بيحصل له كومبليت اوكسيديشن لو انا عايزه اي تي بي، فعشان كده هي ليها كاتابوليك رول.
كون ان ليها كاتابوليك وكون ان ليها انابوليك، فدي على بعضها بيسموها الايه؟ الانفيبوليك نيتشر اوف تي سي اي. برضه نفس الحكايه significance of TCA complete oxidation of acetyl-CoA ATP generation final common oxidative pathway integration of medic of major metabolic pathway fat spurned in the wake of the carbohydrate. الجمله دي معناها يا جماعه ان في حاله ما بيكون عندنا fasting state وانا محتاجه عندي ان انا اجيب عندي acetyl-CoA، فبيحصل اوكسيديشن للفاتي اسيد وبتكون عندي ايه؟ اسيتيل كو اي. تمام. طيب الاسيتيل كو اي اللي ناتج من الفاتي اسيد اوكسيديشن ده ما بيتحرقش الا في وجود اوكسالو اسيتيت، والاوكسالو اسيتيت اللي جاي الاوكسالو اسيتيت ده لازم يكون جاي من الكربوهيدرات، لازم يكون جاي من الايه؟ من الكربوهيدرات. عشان كده هي دي جمله يعني بيقولوها ان انا ما ينفعش احرق فات الا لما يكون عندي برضو مينيمال اماونت من الكربوهيدرات بتديني اوكسالو اسيتيت، وبعد كده ايه؟ اروح جايه ايه داخله في الكريبس سايكل. طيب الـ excess carbohydrates are converted as neutral fat زي ما احنا قلنا citrate اللي هو الفايد عن الحد ماشي بيروح يعمل فاتي اسيد. No need synthesis of carbohydrate from fat، ما بينفعش ان انا اصنع عندي كربوهيدرات من الفات لان الفات بيدينا اسيتيل كو اي، والاسيتيل كو اي اللي بي اللي بي اللي بي يعني لما يكون عندي ايه، انا قصدي ايه في الجمله دي؟ No synthesis of carbohydrate يعني ما انت مثلا لما يكون عندك fasting state وانت ما خدتش كربوهيدرات، فالجسم محتاج ان هو يجيب عندي او يحرق الفات ويحرق البروتين عشان يجيب اسيتيل كو اي، والاسيتيل كو اي ده يدخل في الكريبس سايكل. طيب هل ممكن بقى استخدم الاسيتيل كو اي اللي ناتج من الفات عشان اطلع منه جلوكوز؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان احنا قلنا الخطوه بتاعه الاسيتيل كو اي لما بيجي يتحد عندنا مع الاوزالو اسيتيت بالستريس سينثيز الخطوه دي ريفرسبل يعني ما ينفعش ترجع تاني، ماشي ما ينفعش ترجع ايه تاني. كمان التو كاربونز بتاعت الاسيتيل كو اي بيحصل لهم كومبليت اوكسيديشن اصلا في الكريبس سايكل وبيتحولوا سي او 2، ده غاز ما ينفعش يرجع تاني واكون منه تاني ايه؟ جلوكوز. تمام ماشي. طيب اي حاجه ليها ريجوليشن، اي حاجه اي سايكل في الدنيا ليها ايه؟ ريجوليشن. زي ما احنا قلنا بيبقى في حاجه في التفاعلات اسمها irreversible reactions. يعني ايه irreversible reactions؟ معناها ان حاجه يعني irreversible reactions يعني ما ينفعش التفاعل يرجع تاني. تمام. طيب الريفرسبل رياكشن دي مسؤوله عندنا على الريجوليشن بتاعه السايكل، ماشي بيسموها ريت ليميتنج ستيبس. تمام. اشهر عندنا حاجه هنا الايزوستريت ديهايدروجينيز والالفا كيتوجلوتريت ديهايدروجينيز. الريجوليشن بتاع التي سي اي سايكل من اسهل الريجوليشنز. ليه بقى؟ انا بحتاج التي سي اي سايكل لما اكون محتاجه اي تي بي، فبالتالي لو انا عندي وفره في الاي تي بي زي اللي هو السهم الاحمر ده، لو انا عندي وفره في الاي تي بي وعندي وفره في الناد اتش زائد اتش ده هيعمل انهبيشن للايزوستريت دي هيدروجينيز. طيب لو الخليه في حاله بقى نقص، النقص ده بيترجموه لمركب اسمه الاي دي بي، الاي دي بي في الخليه كتير معناها ان انا محتاجه اي تي بي، فانا محتاجه ان انا امشي السايكل او اعمل ستيميوليشن للسايكل، فالاي دي بي اللي هو السهم الاخضر ده هيعمل ايه؟ ستيميوليشن. يبقى من الاخر الاي تي بي والناد اتش هيعملوا انهيبيشن للايزوستريت دي هيدروجينيز، والاي دي بي هيعمل عندنا اكتيفيشن للايزوستريت دي هيدروجينيز. طيب بالنسبة بعد كده عندنا بقى للـ ATP والـ NAD H برضو نفس الحكاية، الـ ATP والـ NAD H والساكسينيل كو إيه، لأن هو برضو يا جماعة في حاجة اسمها الـ إيه؟ إن البرودكت الناتج من التفاعل بيجي يعمل إنهبيشن للإنزيم اللي مسؤول عن التفاعل ده، مش عايزه برودكت ثانيه، فبيعمل حاجه بنسميها الايه؟ بنسميها الفيدباك انهيبيشن. يعني ايه فيدباك انهيبيشن؟ يعني البرودكت اللي طالع من التفاعل بيجي يعمل انهيبيشن للانزيم اللي مسؤول عن التفاعل ده، ده زي ميكانيزم من الجسم كده عشان يعمل كنترول للتفاعل ده. ماشي. يبقى عندنا الاي تي بي والناد اتش والناد اتش والساكسينيل كو ايه دول برضو بيجي يعملوا ايه؟ بيجي يعملوا انهيبيشن للالفا كيتو كلوتريت دي هيدروجينيز. طيب
في حاجة بنسميها الـ in vitro inhibition of TCA cycle. الـ in vitro inhibition of TCA cycle أول واحد اسمه الفلوروأسيتات. الفلوروأسيتات دوت بيعمل inhibition للأكولايتيز انزيم. دي تجارب كانت بتتعمل يعني in vitro، يعني مش في الكائن الحي، ده in vitro في المعمل. تمام. طيب احنا عندنا في انزيم اسمه الأكولايتيز اللي هو بيشتغل عندنا على السيترات ويحوله الايزوسيترات. تمام. الاكونيتيز دوت بيحصل له انهيبيشن بماده اسمها الفلورو اسيتيت، بماده اسمها الايه؟ الفلورو اسيتيت. تمام. طيب الارزينيت، الارزينيت دوت او الارزينيت او الارزينيك دوت بيعمل انهيبيشن للالفا كيتو جلوتريد دي هيدرونيز انزيم، تسمعوا عن تسمم الايه؟ الارزينيك. تمام. الارزينيت دوت بيعمل انهيبيشن للالفا كيتو جلوتريد دي هيدرونيز، يعني بيوقف السايكلز بتاعتنا. ماشي. الالفا كيتو جلوتريت دي هيدرونيز دوت بيشتغل عندنا على الالفا كيتو جلوتريت ويحوله لساكسونيل كو اي، فالخطوه دي بتقف، وبالتالي برضو لو انا وقفت الكريبس جوه في الجلبس في الخليه يحصل لها ستوبج ويحصل الامبيرمنت ويحصل وتموت. تمام. المالونيك اسيد الخطوه بتاعه الساكسونيل دي هيدرونيز اللي بتتحول فيها للفيومارين. الساكسونيت في ماده شبهه اسمها المالونيك اسيد، فالساكسونيت دي هيدروجينيز بيتلخبط عندنا مع الماده دي، مع الماده بتاعه المالونيك اسيد ماشي مع اللي هو الساكسونيت، وبعدين بعد كده فبيتلخبط ما بينهم ويتحد معاها فما بيدينيش الرياكشن. يعني الساكسونيت دي هيدروجينيز بيتلخبط يتحد مع المالونيك اسيد ويسيب الساكسونيت، وبالتالي الرياكشن بيقف. تمام. دي ميكانيزم اسمها الكومبيتيتيف انهيبيشن. تمام. طيب في حته ابلايد المفروض ان انتوا تعرفوها، ان في حاجه اسمها التوكسيسيتي بتاعه الامونيا. احنا عارفين يا جماعه الناس اللي بيبقوا ربنا يعافي الجميع يا رب عافينا، الناس اللي بيبقى عندهم ادفانسد ليفر ديزيز عندهم بيبقى عندهم هيباتيك امبيرمنت. ماشي. الليفر مسؤول عندنا على التخلص من ماده اسمها الامونيا. الامونيا دي ماده ضاره، الجسم الليفر بيخلصنا فيها، بيدخل الامونيا دي في حاجه اسمها اليوريا سايكل، واليوريا سايكل دي لما بتحصل اليوريا دي مركب نون توكسيك وبيخرج من الجسم. تمام. طيب لو حصل بقى ان حصل امبيرمنت للليفر والليفر ما قدرش يعمل اليوريا سايكل دي، بيحصل حاجه ان الامونيا دي بتعلى جدا في الدم. لما الامونيا بتعلى في الدم ماشي، فبيحصل عندنا بتروح عندنا البرين، بتعدي عندنا البلود برين بارير وتروح عندنا للبرين. تمام. لما بتروح عندنا البرين بتتحد مع مركب في التي سي اي سايكل اسمه الالفا كيتو جلوتريت. ماشي. وتحوله لمركب اسمه الجلوتاميت، ده امينو اسيد. كده عماله الامونيا تاخد الالفا كيتو جلوتريت وتحوله للجلوتاميت، تاخد الالفا كيتو جلوتريت وتحوله للجلوتاميت. فكده التي سي اي سايكل هتكمل؟ لا، هيحصل امبيرمنت وهيحصل سلو داون للتي سي اي سايكل. ماشي. يبقى السيلر ريسبيريشن والاي تي بي فورميشن افكتد، مش هيبقى عندنا ريدوس تو كوانزيم كمان عشان تروح عندنا للريسبيراتوري تشين وتصنع اي تي بي. لما الاي تي بي يقف في البرين، البرين دوت في الاول يحصل له بعد يحصل له حاجه اسمها كونفلجن، وبعدين بعد كده يحصل له عندنا كوما. يبقى ليه الناس اللي عندها ليفر ديزيز ممكن لا قدر الله تدخل في كوما لنتيجه ليه حصل حاجه بنسميها تسمم امونيا؟ ايه هو تسمم الامونيا ده؟ ان الامونيا طلعت عندنا على البلاد برين بارير وطلعت عندنا على البرين، خدت الالفا كيتو جلوتاريت من التي سي اي سايكل وحولته للجلوتاميت، والالفا كيتو جلوتاريت ما بقتش طبعا لما هو اتاخد حصل شورتج للتي سي اي سايكل وحصل سلو داون في التي سي اي سايكل، ما بقاش في اي تي بي، وبالتالي حصل سيلولار ديس والايه وبدا والشخص ده دخل في كوما.